توازياً مع جهود الجهات الحكومية، تبرز جهود المتطوعين من أهل دير الزور في العمل على إعادة تحسين واقع مدينتهم. في حي المهاجرين انطلقت حملة تطوعية لتنظيف الأزقة والشوارع وإزالة الأنقاض والنفايات من الساحات وأماكن التجمع، وبتنظيم وعمل من أهالي الحي. أطلقنا حملة بالتعاون مع الأهالي تنظيف الحارات وترحيل القمامة والأوساخ الموجودة بالساحات لتضايق المواطنين، ونحمد الله أن كل الأهالي بالطبع متعاونين، وكثر خير الجهات الرسمية أعطونا قلاب والأهالي أعطونا تركس، والعمل مستمر وإن شاء الله بجهود الخيرين خلال 10 أيام ما تظل أوساخ أو قمامة بالحي. احنا شاركنا بحي المهاجرين قدام بيوتنا تنظيف كامل، وهاي ان شاء الله تكون ان الحمله على طول دائمه، والشباب ما حد قصر، والجيران والعالم كلها ما حد قصر، والجهات المعنيه ما حد قصر، بعثوا لنا تركيس وقلاب وقام ننظف قدام بيوتنا، وان شاء الله تكون الحمله على طول موجوده. هاي لازم تتعاون الاهالي ومثل ما تقول المجتمع، طبعا كله نظافه لنا صح ولا لا؟ وهذا واجب علينا، لانه النظافه تبلش من بيت الواحد الى الخارج، والحمد لله كل النساء والاطفال والشباب كلياتها مشاركه وقاعده تنظف. الحمله تاتي تجسيدا لحاله التشاركيه في العمل، وتاكيدا على دور المجتمع المحلي في المساهمة بالنهوض في الواقع الخدمي ولعب دور فاعل إلى جانب المؤسسات الحكومية. للإخبارية السورية، براهيم الظلي، دير الزور.